السلام عليكم كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى ربيكم يكون كيلاقاكم هذا الفيديو نتوما كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله كيف ما العاده نصلي على النبي نبداو الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالنسبه للاقتراح ديال اليوم غادي تكون وصفه صيفيه بامتياز سهله لذيذه بزاف ما غادي تشبعوا شي منها وكتبقى بسيطه مكونات ديالها جد بسيطه ما غادي نحتاجوا فيها لا لحوم ولا حتى شي حاجه فقط غير خضروات ولكن كتجي رائعه جدا ما غادي نزيد شي نطول عليكم اكثر ندوزوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير وكيف ما العاده فرجه ممتعه بسم الله على بركة الله غادي نحتاج عندي هنايا ثلاثة ديال الحبات ديال البدنجان أو الدبنجال هذا المكون الأساسي في هذه هاد الأكلة هذه اللي كيجي غزال بزاف غسلتهم ومن بعد غادي نحيد لهم هاد هاد الرؤوس او هاد الراس ديالو وغادي نبدا نقطع الدبنجال ديالي بهذا الشكل هذا شكل دائري بحيث ما يكونش غليط بزاف وما يكونش رقيق بحال هذا الشكل اللي كتوضح لكم الصوره غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه فبالنسبه طبعا الكميه ديال الدبنجال كيبقى على حسب الافراد ديال العائله ديالكم وعلى حسب الطاولة اللي غادي تستعملوا نتوما خديت واحد الصفيحه ديال الفرن من بعد ما فرشت لا ديال الزبده او لورق ورق ديال الطبخ وغادي نعمل في هذيك الدوائر ديال الدبنجال وغادي نتبلهم بالقليل من الملح فاذا ما كنتوش متوفرين على ورق ديال الفرن او ورق ديال الطبخ فضروري الصفيحه اللي غادي تدخلوا الفرن اللي غادي تعملوا فيها الدبنجال دهنوها بالقليل من الزيت عاد تعملوا فيها هذيك الدوائر ديال الدبنجال ومن بعد نتبلوهم بالملح وندهنوهم بالزيت كيف ما كتشاهدوا معايا انا في الصوره هيدا كيجيو لذادين آه وكيجيو بحال اللي مقليين في الزيت وحنا غادي نطيبوهم غير في الفرن صافي تماك من بعد ما كملت دخلت صفيحة ديالي الفرن اللي عندي مشعل من الفوق من تحت على درجه حراره 180 حتى 200 درجه غادي نخلي الدبنجل ديالي يطيب فقط واحد 10 دقائق في هذه الاثناء غادي نحضر هذه لاصوص هذه اللي غادي نحتاج فيها اربع حبات ديال الطماطم اللي حكيتهم عملتهم فواحد المقلات وضفت عليهم جوج ديال الفصوص ديال الثوم اللي حتى هما حكيتهم وقليل من زيت الزيتون وغادي نعمل قليل من الملح طبعا الملح على حسب الذوق ديالكم عملت المقلاة ديالي على نار اللي هي متوسطه وغادي نخلي ديك الطماطم مع ديك جوج ديال الحبات ديال الثوم يعني واحد اني تشحروا شويه فقط فهنايا بعد ما واحد 3 ديال الدقائق حتى دقائق غادي نتبل لاصوص ديالي بالقليل من الصحتر او الزعتر فكتجي رائعة الصوص ما تستعملوها البيتزا ديالكم او اي انواع ديال الكغطان كتجي لذيذة بزاف صافي وكذلك غادي نتبل بنصف ملعقة صغيرة ديال الكيمون ورأس ملعقة فقط من اللبزر او فلفل اسود كيف ما شاهدتم معايا في الصورة واحد نصف ملعقة صغيرة من الفلفل احمر اي بابريكا وكذلك واحد نص ملعقة صغيرة ديال و والخرقوم وغادي نخلط صوص طوماط ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نخلي هذه المره حتى تنشف جيدا من ديك الماء اللي كيكون كي فيها وترجع لي واحد الصوص اللي هي عقده كيف ما كتشهدوا معايا هنايا في الصوره تقريبا واحد عشر دقائق خدات مني هاد صوص طوماط حتى كانت جاهزه غادي نطفي على النار وغادي ندوز باش نكمل على باقي المكونات هنا كيف ما معايا عندي جوج ديال الحبات ديال الفلفل اللي يعني شويتهم فوق النار بالنسبه للفلفل تقدروا تستعملوا واحد النوع انا هنا عملت واحد الفلفله حمراء وكذلك واحد الفلفله خضراء اللي شويتهم على النار كيجيو غزالين هيدا مشويين كيعطيو ديك النكهه ديال ديال الشواء اللي كيجي يعني ديك الريحه ديال الشواء فيهم كنفضل أن نعملهم بهذه الطريقه هذه ولكن نتوما تقدروا تقطعوهم غير هيداك يعني خضر تقطعوهم مربعات صغارين فحتى هيدا كيجيو مزيونين صافي هنا بعد ما كملت المكونات اللي عندي من هذا الباذنجان ديالي بعد ما طاب في الفرن كيجي رائع بهذه الطريقه هذه كيجي بحال مقلي في الزيت ولكن كيبقى نوعا ما يعني صحي ماشي بحال من اللي كنقليوها في الزيت كذلك هنايا عندي الفلفل بعد ما ما قشرته ونقيته قطعته هيدا على شكل طولي رقيق تقدروا تقطعوها طبعا مربعات صغارين وهنايا كذلك عندي القليل من البطاطس تقريبا عملت واحد ثلاثه ديال الحبات ديال البطاطا اللي قطعتها مربعات ملح لحتها وقليتها فاذا بغيتوا الاكله ديالكم تجي صحيه 100% تسلقوا البطاطس ديالكم مع الماء في الماء والملح اولا دهنوها بالقليل من الزيت وتدخلوها الفرن وتخليوها تتحمر في الفرن هنايا كذلك هذه هي اللي كنت حضرت حضرنا مع بعض فص في هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو غادي نحيد هادو جانبا كذلك غادي نحتاج كيف ما غادي تشاهدوا معايا عندي هنايا ثلاث حبات ديال البيض وقليل من الجبن فبالنسبه للبيض بالنسبه للاخوات اللي عندهم حساسيه ديال البيض اولا ما كيعجبهمش البيض تقدروا تستغناو عليهم أو لا بالنسبه يعني ما متوفرينش على الجبن تستعملوا فقط البيض يعني في كلتا الحالتين كيجي مزيون اما تعملوا البيض والجبن بحال اللي عملت انا او لا تكتفيوا فقط بالبيض او لا تستغناو على البيض وتعملوا فقط الجبن صافي هنايا خديت الطاولة اللي غادي نستعمل انا انا غادي نستعمل هاد البايركس الزجاجي أو هذا المول الزجاجي غادي نعمل نصف الكميه ديال الباذنجان كطبقه اولى بهذا الشكل هذا وغادي نعمل البطاطس فوق من صراحه كتجي هاد الاكله رائعه جدا وجميع هاد الخضروات اللي استعملنا كيتواتاو مع بعضيتهم بواحد الشكل اللي لذيذ بزاف وكذلك غادي نضيف هذا الفلفل بالنسبه لهذا الفلفل كيجي رائع انا قلت لكم كيجي هيداك مشوي بديك النكهه ديال الشواء كيجي آه مهم عليكم غير تجربوه انا اكيد ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم وكذلك ديك صوص طوماط اللي غادي نضيفها هيدا غادي نضيف فقط غير نصف الكميه ديال الصوص طوماط فحتى الصوص طوماط كيف ما قلت لكم كتجي متبله آه منكهه بديك الصحتر كتجي غزاله بزاف تقدروا تستعملوها لاي غطانات بغيتو نتوما او كذلك البيتزات كتجي رائعه بزاف صافي وتماك ضفت نصف الكميه اللي كانت بقات لي ديال الباذنجان هي اللي عملتها من فوق مره وغادي ناخذ ديك ثلاث حبات ديال البيض غادي نعمل لهم ديك شويه ديال الملح وكذلك القليل فقط من الفلفل الاسود او اي ليفزر او لا فقط غير بشويه الكيمون او البقدونس المعدنوس فكيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتو نتوما تنسمو البيض ديالكم فبالنسبه كيف ما قلت لكم الاخوات اللي ما البيض او عندهم حساسيه ديال البيض فتستغناو على البيض وتعملوا فقط الجبن هنايا كنت انا نسدك نصف الكميه ديال صوص طوماط اللي كانت عندي متبقيه وكنت بديت كنضيف الجبن وانا نتفكر من بعد غادي نرجع نضيفها فوق هذا الدبنجال ال... 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 هيدا كيجي غطان ديالنا متبل بديك صوص طوماط اللي قلت لكم كتجي رائعه يعني هذا الصحتر صافي وغادي تبقى كطبقه اخيره هو ديك الجبن اللي غادي نضيفه في الاخر فبالنسبه للجبن استعملوا اي نوع جبن يعني حتى ولو ما كانش تعملوا غير داك الجبن المثلث تقطعوه قطع صغيره وتعملوه في الفوق ديال الكراتان ديالكم اولا تستغناو عليه تماما تعملو غير فقط البيض البيضه ديالكم صافي من بعد ما ما غادي نكمل غادي ندخل الطاوه ديالي للفرن اللي شعلت له من قبل على درجه حراره مية 180 درجه غادي نحشي الطاوه ديالي في الوسط النار عندي من الاعلى ومن الاسفل غادي نخليه تقريبا واحد عشر دقائق غير يطيب ديك البيض وكذلك يدوب ديك يتحمر ديك الجبن وكتكون عندي آه الغراتان ديالي جاهزه كيف ما كتشاهدوا معايا فانا هنا خليتها تحمرت بهذا الشكل هذا فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم بالنسبة للأخوات اللي كانوا آه قالوا لي نشارك معكم هيدا ليك غطان اللي كيكونوا بالدبنجل بالخصوص أخوات كانوا طلبوني بزاف نشارك معكم ليك غطانات هيدا اللي كيكونوا أو لوصفات بالدبنجل فنتمنى يا ربي تجربوا هاد الأكلة هذه أنا أكيدة إن شاء الله غادي تنال الإعجاب ديالكم كيف ما كتعجبني أنا أنا إن شاء الله أكيدة غادي تعجبكم صافي غادي نقطع معكم واحد طريف كيف ما العادة باش نشوفوها من الداخل كيفاش كتجي فبالنسبة لهذه هاد الأكلة هذه تقدروا تناولوها ساخنة كيف ما تقدروا تاكلوها باردة كتبقى لذيذة بشتى الطرق هي يستحسن تأكل ساخنة لأن ديك الجبن كيكون سايح ولكن واخا كتبرد كتبقى لذيذة صافي ها نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل ديك الطبقات كل طبقة باينة فالفيديو ديالي حتى لهنايا وكيكون سالا نتمنى يا ربي الاقتراح ديال اليوم كيف ما قلت والوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونالت الاستحسان ديالكم اذا عجبتكم ما تنساونيش كيف ما العذاب بلي لايكات ديالكم اللي كيهموني بزاف وكذلك التعليق ديالكم اللي كيشجعوني كنبغي نشكر جميع الاخوات اللي كيدعوا معايا دعوه خير كنقول لكم ولكم بالمثل وكذلك الاخوات اللي كيشجعوني باش نزيد معكم هيدا وصفات كنقول لكم جزاكم الله خيرا أه نتمنى يا ربي ربي يحشمني معكم ونبقى دائما أه عند الحسن الظن ديالكم بيا ودائما الوصفات ديالي يكونوا ناجحين معكم صافي نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلاو لي راسكم بزاف